السلام عليكم جميعا. بهذا الفيديو راح أشرح كيف أحول من صورة لباترن زي هذا. طبعا ما هو مخطط بياني، يعني باترن مجرد خطوط أنا محول من صورة، فأنا أخذت هذا كمثال. تمام، لما نبدأ نحول من صورة لباترن لازم أني أطلع السلاح الحال، يعني أشيله من الخلفية بمعنى أصح. إذا كانت الخلفية زي ما هنا عندي غامقة، فصعب أني أشيلها لأنه بيكون غامق وداخل على السلاح ما هو لون مخالف، فبضطر أني أنا أحدد السلاح حبة حبة تمام وأشيله عن الخلفية. لكن بوريكم الأداة اللي لو كان الخلفية بلون مخالف إيش بتسوون. تستخدمون الأداة هذه Magic Eraser Tool وتضغطون على الخلفية فرضا زي كذا، فبتشوفون دخل على السلاح لأن اللون تقريبا مقارب للسلاح. طيب فنجي بنضطر احنا نستخدم أدوات التحديد، وهي متعددة، فعندكم هذه خانة كلها فيها أدوات تحديد. أول شيء عندنا هذه الأداة اللي هو تقريبا زي ما نقول تحديد حر، يعني انتم بترسمونه حب حب كذا بطريقتكم بشكل عشوائي ولا هو بدقيق ابدا، وانا ما افضلها صراحة. يعني متى ما اضطريت ممكن اخذها لكن ما استخدمها عادة. في الاداة هذه Quick Selection Tool بالنسبة لي انا تعجبني، لكن لازم هنا في البداية نختار هذا الموجب. تمام، إذا اخترنا الموجب فبيحددنا، لو اخترنا الماينس معناته يشيل التحديد اللي احنا حددناه. فأبدأ أنا أضغط منطقة وهو شوفوا كيف يمشي معي، يمشي على نفس اللون على نفس الشكل، فبالنسبة لي هذا التحديد أفضل من اللي قبل. طيب شوفوا كيف الحين دخل على الخلفية عشان مقارب للون، فبأخذ الماينس وأبدأ أشيل كذا وهكذا، الماينس يشيل والموجب يضيف. حلو، وبتضطرون طبعا تحددون البقية وهكذا. طيب ايش الأداة الثانية للتحديد؟ عندي الأداة الثانية، طبعا في أدوات كثيرة لكن انا ايش افضل، يعني عندكم هذه اللي هو المجنتيك، هذه مرة حلوة. كيف بستخدمها؟ ابى اضغط كذا على منطقة مثلا، خلينا نقول هذه بدايتي، وبامشي وهو اوتوماتيك شوفوا كيف بيحدد لي السلاح. لو شطح عادي انا اقدر اضغط كذا عشان اتاكد انه راح يكون هذا هو التحديد. اضغط اضغط وانا امشي، شايفين كيف كذا سريع سريع. ابى احاول احدد السلاح كامله، مشوار صح. anyway بس عشان مشكلة التحديد انه ياخذ وقت ولازم يكون دقيق، وهي ممكن تكون اصعب مرحلة في انكم تحولون من صورة الباترن، عشان ما تغلطون ولازم ما تنقصون جزء وتخلون جزء، فلازم كل شيء يعني تضيفونه على تحديدكم. شبه قربنا نخلص. وانا بحاول اكون سريعة بس عشان اشرح، ولا بالعادة لا بكون يعني اكثر دقة. طيب اخر شيء بيطلع لي هذه العلامة، معناته بيحدد لي كامل. حلو، حددنا السلاح. هنا ننتقل للمرحلة الثانية، اني راح اسوي كنترول سي او من هنا الأديت بعدين كوبي. حلو، نروح فايل نيو، مجرد ما أقول نيو هو بيعطيني نفس الحجم اللي أنا حددته، فبقول أوكي على ملف جديد. تمام، والأديت وباست أو كنترول في، فبيطلع لي الحين هذا هو. بس خلنا نسوي زوم أوت مرة قريب، هذا هو. تمام، ما علينا من هذا، تقدرون تشيلونه بعدة طرق. نقول لكم مثلا كيف نشيله، بالإريزر تول
أقدر أمسح المنطقة هذه، بس يعني عشان الوقت وكذا نفترض إن إحنا شلناه. طيب هنرجع. طيب لو تلاحظوا الفرق بين هذا وبين اللي أنا سويته هنا، هذا باين لي أكثر بينما هذا صاير غامق بزيادة. كيف أنا أبينه؟ أبحدده كامل كذا وأروح لإيمج أدجستمنت برايتنس وأزيد من الإضاءة، شوف كيف بان معي، وأخفض من التباين بشكل هذا. فرضا أنا حاسة أنه لا برضو أحتاج أكثر، أعيد نفس الخطوات، أحدده أروح لإيمج أدجستمنت برايتنس و أوكي لنزيد زود كذا تقريبا. تمام حلو، صار الحين معي واضح. طيب أنا ليش أسوي الحركة هذه؟ أول شيء عشان تبان معي التفاصيل، ثاني شيء عشان لما أنا بجي أطبع ما يخلص حبر الطابعة معي. طيب الجزء السفلي هذا برضو ممكن نفتحه لأنه إحنا منا محتاجين الألوان أصلا. ممكن كذا تقريبا. أوكي حلو، نجي للنقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هو أنا كيف أغير من حجمه هذا الحجم اللي أنا أبغاه. هنا أول شيء مهم لاحظوا المساطير العلوية هذه والجانبية، هذه هي اللي بتقوس لكم. يعني حاليا أنا عندي هذا حجمه أو عرضه يعني 45 سنتي، طبعا مرة كبير. فكيف أنا أطلع أصلا المساطير هذه من view rules؟ لاحظوا الحين لو أضغط راحت، لو سويت view rules بترجع ثاني. طيب نجي الحين أبحدد من جديد الصورة كاملة أو السلاح، بس يكون تحديدي يعني عليه كامل، بعدين أضغط على control T. حلو، الحين أنا بصغره فبأضغط shift بالكيبورد وأضغط من الزاوية هذه وأبدأ أصغره، بيبان معي هنا كم الحجم اللي أنا أبغاه. مثلا أنا أبغى عرضه فرضا نقول 22 سنتي مناسب. لو أنا فكيت الشفت شوفوا كيف يطلع معي، بيطلع حجمه غير متناسق، بينما لو ضغطت الشفت بيرجع معي متناسب. فنخلي 22، أشيل أصبعي من الفارة بعدين من الشفت ونضغط ضغطتين كذا. أوكي حلو. طيب خلينا نشيل المساحة الفاضية هذه، وسواء شلناها أو ما شلناها ترى ما يضر عموما يعني. طيب أوكي نجي المرحلة الثالثة اللي أو الأخيرة، إني ما هي يعني مهمة لكن يعني اجتهاد مني أنا كذا، بعض الأحيان أسويها بعض الأحيان لا، على حسب إذا ضبطت معي. إني أنا أحدده وأروح على الفلتر وأضيف الفلتر من فلتر جاليري. عندي الفلتر هذا تمام، أنا ألعب فيه هنا وهنا، ويعني أحيانا يضبط معي بحيث إنه يبان معي الحدود الخطوط في السلاح والمسدس، فأفضله أحيانا مو دائما. قول تقريبا زي كذا. أوكي نضغط أوكي، فبتلاحظوا الحين كيف بيتغير معي، شفتوا صار باين معي الحدود أكثر. بس هذا شيء إضافي ممكن يعني نتخلى عنه، ما مو لازم نسويه. طيب نجي لآخر شيء اللي هو الطباعة، من فايل برنت. تمام طبعا ما أنه جاي بالعرض بغير اللي أو تبع الورقة للعريضة ونضبطه كذا مثلا، نطبع وانتهينا. فرضا لو كان عندي السلاح أكبر من حجم هذا وما راح يكفي الورقة، طبعا بتشوفون كذا مثلا جزء هنا ممكن تطبعون هذا الجزء، ثم تمشونه تطبعون الجزء اللي بعده، وهكذا تطبعون وتقصقصون وتجمعون كلها بتلزقونه بلزاق ويصير معكم السلاح بأكمله. ممكن تطبعونه برا وتوفرون عليكم يعني حبر ورق وكل شيء. وبس كذا خلصنا الفيديو، إن شاء الله استفدتوا، ولو عندكم أي سؤال اسألوني وشكراً.